إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدرس الأول: تنظيم البيانات في جداول محمية وادي البازان. السؤال الأول: زار محمود ووالده ووالداه محمية وادي البازان في نابلس وقضيا 5 ساعات، وقد قام محمود بتمثيل ما شاهده من طيور السنون في هذا الجدول ومن خلال الصور. اقبل الجدول الآتي وأجيبه عما يليه. صورة العصفور تمثل طائرا واحدا. ألف: الساعة التي شاهد فيها أكبر عدد من طيور السنون هي الساعة الخامسة. ب: عدد طيور السنون التي شاهدها على مدار 5 ساعات 43 عصفور. المستشفيات الفلسطينية. السؤال الثاني: الجدول الآتي يمثل عدد المستشفيات في بعض محافظات الوطن طبقا لإحصائية سنة 2015 ميلادي، وأكمل تمثيل البيانات بالصور. المفتاح الآتي يدل على مستشفى واحد. الثوب الفلسطيني. رمز الماضي والحاضر. السؤال الثالث: إحياء للزي الشعب الفلسطيني والعمل اليدوي للمرأة الفلسطينية، عرض أحد المعارض ثيابا مطرزا لبعض المحافظات الفلسطينية، وكان من ضمنها 6 ثياب مطرزة لمحافظة غزة حسب الجدول الآتي. اسم المحافظة الخليل. التمثيل بالصور وعدد الأثواب 9. بيت لحم 9، غزة 6، نابلس 3. المفتاح كل صورة يساوي 3 أثواب. السؤال الرابع: الرياضة تنشط العقول وتقوي الأجسام، لذا اعتاد أحمد وزملائه الذهاب إلى النادي والمشاركة في فريق الأشبال لكرة القدم، وفي ختام إحدى المباريات أعلن الحكم النتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف لصالح فريق أحمد الذي يرتدي الزي الأخضر. تعلمت في الصف الثالث أن البيانات مجموعة من المعلومات أو المشاهدات التي يمكن تمثيلها بطرق مختلفة لتسهيل قراءتها وتفسيرها. سنتعلم إشارة العد. الإشارة تعني العدد 1، والإشارة التالية تعني العدد 5. أكمل الإشارة. التنقل بين محافظات الوطن بلا قيود. السؤال الخامس: سألت المعلمة طالبات في الصف عن المدن الفلسطينية التي يرغبن في زيارتها، غزة، القدس، يافا، الخليل، وطلبت من كل واحدة منهن أن تكتب اسم المدينة على ورقة صغيرة. قامت المعلمة بجمع الأوراق وتفريغ الإجابات. أكمل جدول الإشارات. من الجدول أجيب عما يلي: ألف: المدينة التي يرغب أكبر عدد من الطالبات زيارتها هي القدس. ب: عدد الطالبات اللواتي جمعت منهن البيانات 16 طالبة.